الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. بداية وقبل أي كلام يقال، نعزي أهل المرحومة الحاجة أمينة جعدان، أسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يجعلها من المقبولات عند رب العالمين. نعزي أولادها وبناتها وإخوانها وكل أحبابها، ونحن عندما نعزيهم نعترف بأننا لاحقون. أعزيكم لا أني على ثقة من الحياة، ولكنها سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته، ولا معزي ولو عاش إلى حيني، ولكنها سنة الدين. سيدي عبد الحميد حفظه الله وحفظكم تكلم وأجاد وأفاد كعادته، والشيء من معدنه لا يستغرب، ومن جاء على أصله فلا سؤال عليه. تكلم وهو ذو أمل عريض، بخلاف عبد الكريم، أقصد عبد الكريم المتكلم وليس القارئ الذي قرأ قبل قليل. عبد الكريم الداودي تلقى لكم حتى تختلط الأسماء. نعم، هو ذو أمل عريض وهذا يشكر عليه، وأرجو أن ألتحق بركبه. المسلم كيفما كان حال أمته ينبغي عليه أن يعتمد على ربه ويقول: حتى ولو كنت اليوم ضعيفا فإنني في غد سأكون قويا. ولكن الحق يقال، عندما أنظر عن يميني وعن شمالي وأتفحص واقع الأمة الإسلامية، فإنني أصاب بشيء من الإحباط، عفاكم الله من الإحباط واليأس والقنوط. وأقول مع الشاعر: الأمة الإسلامية عظيمة جميلة رفيعة المستوى، ولكن وما بعد لكن مر، أمتي ما أجملها بين الأمم، هل لك منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك والطرف مطرق خجلا من أمسك المنصرم، رب ومعتصماهم طلقت من أفواه السبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. يا صاحبي يا أخي الكريم، كيف كنا وكيف صرنا؟ أمتنا الإسلامية موجودة ولكنها غير حاضرة. موجودة شحال هي العدد نتاعها كبير، ولكنها غير فاعلة غير حاضرة. بنو صهيون يلعبون فينا. أخي إن في القدس أختا لنا، أخي إن في القدس أختا لنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كم صرفتنا شعوب كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. ولكن ينبغي علينا ونحن نعيش هذا الواقع المر أن نربي أنفسنا ونربي أجيالنا للجولات القادمة. ما تقوم به المقاومة الإسلامية اليوم هي مجرد جولة أولية ينبغي أن تتبعها جولات وجولات. نعم، أنا مع أخي عبد الحميد ومعكم جميعا على أن ما تفعله المقاومة اليوم هو شيء عظيم بشهادة العدو قبل الصديق. مسألة مفروغ منها. خير الزيت أنا نتلقاهم نبوس لهم، ماشي الروس نتاعهم، نبوس لهم الأقدام نتاعهم، وأقول مع نفسي: إن لم يكن هؤلاء هم الأولياء ديال ربي، شكون هم الأولياء ديال ربي؟ يا أخي الكريم، أنا عندما يقال لي بأن الحجة أمينة ماتت ودفنها قبل قليل، أرتجف وأقول: غدا عندما أموت وتكون حالتي كحالتها، كنت تعود أنني أنام في الفراش ونمشط كذا، ولكن هي الآن في تمزيز في زخرين، يعني الحالة كي دايرة. لكن إذا كنت أنا جبانا خوافا أخاف من الموت، فإن إخوانك الذين قرأوا القرآن وغاصوا في معانيه هم الذين يبحثون عن الموت، لا نامت عيون الجبناء. احرص على الموت توهب لك الحياة،
والله البارحة كنت مع هؤلاء القراء أو بعض هؤلاء القراء، أبدأوا يقرأ القرآن أنا ما انتبهت، وجدت ربي سبحانه وتعالى وهم يقرؤون القرآن، قلتهم عجيب يا إخوتي، منذ أن بدأتم تقرؤون القرآن والكلام كله يدور حول المجاهدين وحول القاعدين وحول فضل المجاهدين وكيف ينبغي عليكم أن تتحركوا وأن تستعدوا، قلت القرآن من أوله إلى آخره لا تكاد تخلو سورة من القرآن ولا تقول لك كرسيز أفق من نومك، إنك دون أن تكون مستعد للجهاد فإن أعداءك سيلعبون بك كما يلعب الصبيان بكرة القدم.